يعني اكو وجهة نظر تقول ان التيك توك صار عبارة عن جدية علنية تطلع ناس تطوني كبسولي سولي. شنو رأيك انت بوجهة النظر هاي؟ مو موضوع جدية يعني هسه، يعني خلينا نكون واقعيين. انا عندي محتوى، انا فنانة، انا ما اغني باي مكان بصراحة. انا عندي هدف انه انا اذا غنيت بيوم من الايام اغني على مسارح كبيرة. قصدك ما تغني مطاعم ونوادي ليلية؟ بالضبط، مستحيل هذا الشيء يصير. فاكيد من راح اجي اريد، يعني كلنا نحتاج يكون اكو مادة حتى نقدر اكو امور بحياتنا. فالتيك توك هو المكان اللي اني دا يخليني ماديا مستفادة، واني استحق عن طريق موهبتك. اني استحق لانه دا اتعب، دا اغني، دا اسوي جو حلو، يعني اكو اجواء حلوة. بالنهاية هذا رزق يعني بصراحة، والشاطر اللي يعرف يشتغل بصورة صحيحة ولائقة. لانه شوف راح اقول لك شغلة، اني خليني اقول انه كمؤثرة بالسوشيال ميديا حاليا، اي واحد يفتح لايفات هذا مؤثر، وهذا عنده مسؤولية كبيرة. المسؤولية الكبيرة اللي هي انه اني افتح لايف، اكو اطفال دا تشوفني، اكو كبار دا يشوفوني، اكو مراهقين دا يشوفوني، ممكن بنات مراهقات راح يتاثرون باسلوب فيفيان، باللي راح تحكي فيفيان، باللي راح تتصرف فيفيان. طيب انا لازم اكون مثال حلو لهالناس يعني. فصراحة ونصيحة يعني للي يفتحون لايفات، انه اتمنى ان تكونون قدوة حلوة يقتدون بها الناس لما يشوفوكم يعني. هذا اللي احنا عندنا بالعراق الاغلب احس انه يسوون عكس اللي تيجي تقولي. يعني اكو جدية بالموضوع، اكو ترخيص من النفس، اكو اهانة للنفس. لنشوف شوف اكو هيك واكو هيك، يعني اكو يعني بكل مكان، حتى بحياتنا العامية خلينا نقول برا التيك توك، اكو ناس زينة واكو ناس مو زينة. فهذا التيك توك يعني هو هيك يعني. اكو دول حضرت التيك توك، يعني حتى دول بها يعني مستوى الحرية عالي جدا، علنت انها راح تحضر التيك توك من عندها. يخوفك هيك فكرة؟ لانه اليوم يعني تيك توك فاتح بيوت هواي ناس عندنا بالعراق. صح، فكرتي بهيك شيء؟ شوف الرزق من رب العالمين، والله اللي يرزق دائما. انا عندي يعني مؤمنه بهذا الشيء، اذا نسد هذا الباب الله راح يفتح ألف باب. يعني على الله كل شيء، والله اللي يرتب كل الامور، واصلا حياتي ماشيه على هالشيء يعني. كل شيء بيد رب العالمين، ربي مثل ما يريد انا راضيه.